আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়েলকাম ব্যাক আজকে সূরা জিনের চতুর্থ পর্বে আমরা উপনীত হয়েছি 16 থেকে 20 তম আয়াত পর্যন্ত আমরা মস্ক করে করে মুখস্থ করব ইনশাআল্লাহ তো চলুন আমরা শুরু করে দেই আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম وألَّذِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَتَقَامُ جَبَنْ وألوس وَأَلَّوِسْ عَلَى طريقتي. تقاموا على الطريقة. وأن لو استقاموا على الطريقة. لأسقيناهم. لأسقيناهم. قضيناهم ما أن ما أن غلا استقاموا على طريقة لاسقيناهم ماء غتقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عن ذكر ربه ربه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه يسلكه عذابا صعدا عذابا صعدا يسلكه عذابا صعدا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً وأن المساجد وأن المساجد لله لله وأن المساجد لله فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۖ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۖ وأنه لما قام عبد الله قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وأن لما وأنه لما قام عبد الله يدعوه، قام عبد الله يدعوه. <وصدري> كادوا يكونون كادوا يكونون عليه لبدا عليه لبدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إنما قل إنما أدعو ربي أدعو ربي ولا اشرك ولا اشرك به احدا به احدا قل انما ادعو ربي ولا প্রিয় দর্শক লম্বা করছি না আজকে পর্যন্তই পরবর্তী পর্বে স্বাগতম জানিয়ে শেষ করছি এখানে এই ভিডিওটি ভালো লাগলে তাহলে এই ভিডিওতে একটি লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি